مشاهدي قناة شوف تي في اينما كنتم، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء، بالضبط منطقة ديال سيدي مومن، اقامات الغالية اللي غنيين عن تعنيف. مشاهدي الكرام، في هذه القضية هذه اللي هي قضية رفع الضرر للساكنة كاملين ديال هذه الاقامة هذه ولا ديال ريزيدونس، كيعانيو من واحد المشكل مع مول خبز الدار. عنده واحد الماشين، ربما ماشين هي قديمة، ماشين اللي من جينيراسيون اللي قديمة، كتسبب مشاكل الناس. بحاش هاد المشاكل، أول حاجة الصداع اللي كدير، حنا كنعرفوا بلي المخبزات كيعجنوا الخبز في وقت مبكر من الصباح، 5 الصباح 4 الصباح، وكاينين الناس واحد المجمع السكني اللي كيبغوا ناعسين. هاد الماشين هادي كدير الصداع، والناس كديروجون في وسط. ها المشكل الأول. المشكل الثاني أن هاد الماشين هادي ما عندهاش ذاك الخرطوم اللي كيصفي السخونية ديالها. يعني السخونية كاملة كتطلع فوق السقف، والسقف كيوصل للبروميان، يعني الناس ديال البروميان كاملين كيولوا كما تيقول السيد أننا عايشين في صونة ماشي في دار. يعني مشاكل كبيرة سبت هاد لاماشين للناس. الناس حاولوا يتواصلوا مع مول المحل، حاولوا يديروا مع حلول ودية، لكن الله يجيب. حاولوا يتواصلوا مع السلطات كذلك ويديروا بين شكايات، ولحد الساعة باقي ما توصلوش بواحد الهدف ولا بواحد النقطة اللي ترضي الطرفين. دابا التجأوا للإعلام، فوالا دابا التجأوا للإعلام حيت هو الحل الوحيد اللي بقى لهم، أنهم المسؤولين يوصلهم الصوت ديال هاد الناس هادو ويتدخلوا معاهم ويوصلوا معهم بواحد الحل لرضي الطرفين، حيت هما بين قوسين ما باغينش يجيو على رزق هذا السيد هذا، فقط بغاوه انه يبدل الماشين ويجيب شي ماشين اللي كما عند الناس بزاف ديال المخبزات، حيت كيشوفوا بزاف ديال المخبزات وسط مجمع سكني وسط حي شعبي، والحمد لله الامور بخير، ما الناس كيتشكاو ما هو كيتشكى من شي حاجه. تفاصيل اللي طويله وتفاصيل اللي مهمه انطلاقا من احد الساكنه اللي هو هذا السيد هذا. سيدي السلام عليكم. وعليكم السلام. المشكل اخويا المشكل اخويا عندنا بزاف ديال الصداع، انه فاتح واحد المخبزه بدون ترخيص، حنا تنعانيو المشكل ديال الصداع مع 5 الصباح صافي، وتنفيقو حنا مع 5 الصباح. يعني الوقت اللي كتخدم لا ماشين كتفيق انت هذا الشيء اللي كاين، ما كتبقاش مرتاح مورا صافي، تنبقاو دايرين بالنا مع سميتو مع العجانه صافي نضنا صافي، تنوضو من تماك تنوضو السيد سميتو، مشينا عنده وهضرنا معاه، هضرنا مع الجروب الاول تقريبا، دابا هذا هو الجروب الثالث اللي جاب. الجروب الاول اللي نهضرش معاهم انا ميرا وتكرارهم، دابا نصيبوا لا ماشين، دابا نصيبوا الى يومنا هذا. مشينا درنا شكايه للسلطات المحليه، الجماعه الحضاريه، العماله، جاو الشرطه الاداريه الواجب ديالهم، ولكن السيد راه باقي قمت بواجب القانوني، درنا الواجب ديالنا، ولكن السيد راه باقي سميتو خدام. واش نتوما كتعانيو من هذا المشكل هذا يا الصداع؟ جاي دابا تقريبا شي مشهور باش حال السيد، تقريبا دابا انت مشهور باش حال السيد يوميا حال السيد. اللي قلت لك مع شفقش اليوم شنو تقول لي؟ يوم الحد يوم ديال الراحه، والله الا فقت مع 5 الصباح بالله، يعني نهار الراحه نهار الراحه فقت مع 5 الصباح بحال ما رتاحيشيش يوميا ولا السيمانه يوميا. واخا فاش كتخدم الماكينه كيفاش كتحس انت في وسط الفيبراسيون في الدار؟ فيبراسيون في الدار صافي، تحطش على الحيوط ديال الاقامه صافي، هي تخدم صافي تنوض صافي، تخدم لا ماشين صافي ما تبقاش. فكرتيش نهار تهبط عنده في ديك الوقيته؟ هبطت عنده واحد المره مع 5 وقسمين، هذا الجروب الاولاني اللي كان 5 وقسمين ديال الصباح، 5 وقسمين ديال الصباح الصداع ما هبطش. هبطت عنده وهضرت مع السيد، جيت حليت الباب طلع غير جيت الدروج الاولاني شاف الصداع قال لي صافي اخويا حنا غنقادوا الامور، يعني شهد شهاده من اهلها عرف بلي راه كاين صداع. دازت واحد المده بدل الجروب اخر، حنا داك الجروب اخر ما كناش هضرنا معاه، جا الجروب هي فاش عينا حنا مشينا درنا الاجراءات ديالنا دابا طيله 8 شهور انكم كت نفس تنهضروا معاه نفس المشكل. واخا انت سيدي مشيتي درتوا مع حلول اللي مرضيه، تناقشوا مع اطاب كما تنقولوا؟ تناقشنا، انا هضرت مع الناس باش ما تناقش مع الناس اللي خدامين، انا ما تنعرفوش حد، انا ما تنعرفوش انا كاع في وجهه موشي سميتو هضر مع السي عبد الكبير هو اللي هضر معاه. واخا سيدي انت هو اللي هضرتي معاه. السلام عليكم. حيدو شنو تقول؟ هضرت مع احد الناس المتضررين. واحد من الساكنه. كتسكن في الاقامه. هذه الاقامه هذه. مشيتي دويتي مع مولش؟ دويت معاه 3 مرات. ودخلت المحل عنده وريته واش غيدير، ملي مشيت لقيت الماكينه ما خداماتش، بدل الماكينه ديالك كنخدم الله يسهل عليك. واش عرف شي ماكينه عنده؟ انا حريفي. يعني كتفهم في الماكينه؟ كنفهم في الماكينه، انا تور نور حليب. نصيحه ديال صحته اخويا قلت ليه بدل الماكينه ولا اصلح الماكينه ديالك؟ قال لي قال لي صافي كون هاني، قال لي واحد السيمانه راه نصلح من ديك الساعه لدابا. عطاك وعد؟ وعد ما كاين والو، ما صوبتي حاجه، ما بقى حتى شي حاجه، بقى نفس المشكل، بقى دخلتي
انك واحد السيد كتفهم في الماكينات عطي شي حلول بديله، عطينا حلول باش يدير المشكل اللي كاين، ومع ذلك ما تسوقش. ما تسوقش هنا كاملين، ماشي بوحدي، السكينه كامله درب كله كيستعمل. راه 5 الصباح، 5 الصباح تنفيقوا معاه، تبقاو فايقين معاه حتى 12 الليل، تنعسوا ثاني نفيقوا معاه مع 5 الصباح. وهادشي راه بزاف. شحال مرة كيخدم بهاد الماكينة في النهار؟ راه ما دو راه كيخدم شي ولا تربح بحال لا لا كثر كثر صباح 3 مرات، 3 مرات ولا 4. انت كترتاحوا يعني انت النهار ما تخدمش الماكينة، ترتاحوا تتمشيو حنا بحالاتنا للعمل، تخرجوا من ديورنا، عرفتي ارتاح بالراحة، ما كتبقاش ما كايناش في الدار والو، ما كتشوف معاه والو والو لا بالنهار لا بالليل. عائلتك كيفاش كتحس بهاد القضية ديال أنها ناعسة وغرق النعاس، وكتحس وليدات الصغار بزاف د الحوايج، مازال الكبار يصبروا الصغار؟ راه ودي راه بحال بحال، راه الصغار تا هما يصبروش، راه بحال بحال كيبان كيصغير، راه ما لا إله إلا الله. من غير الضرر ديال الصباح أنت سيدي تضروا في هادشي. خويا أنا كنسكنو الإنسان ديالي كيسكنو فوق منو في الضرر ديال الصداع، شنو الضرر اللي لقيتي أنت؟ كاين الصهد ما دايرش شوميني، ما دايرش شوميني باش يخرج الصهد ديال الفران وداكشي اللي عنده، ما دايروش باش يخرج لبرا، على برا كيطلع ديريكت الضاله ديال الموبل. عندنا شقه في دابا الدار عاد فيها شقه في الحيط، فيها شقه في الحيط مشقوق بسبب هذا الصهد هذا. الدار ما كيتمشوش فوق الجليج، شي واحد البيت عندنا ما كنتمشوش فوق منه، بحال الا في البحر في شهر 8 ما خصناش نمشي فوق الرمله، بحال ما كان عايشين عندنا بحال الصونه. دابا الدار عندنا، الدار عندنا نساب، عندي احد النسابي هذو راه بحال الصونه اصاحبي، راه كنبركو عرقانين وكنبركو سخفانين ما فهمتش. دابا شوف هي في الحقيقه هذا السيد الله يسهل عليه، حنا بغيناه يصلح الضرر ديالو، هو بديك لا ماشين. شوف الله يسهل على كل واحد في الدنيا دي كلها كيقلب على رزقه بالحلال، الله يسهل عليه. اللي عنده كدير لنا الصداع يصلحها، ما خاسر والو اصاحبي. واش انت بغيتي تخدم بلا ما تصلح؟ راه ما يمكنش. دير شوميني ديالك باش تخرج الصهد ما يطلعش للضلال، لا قشره كتسبب الضرر لعباد الله، تقدر تشيري بهذا المبلى هذا الله اعلم ما كنعرفوش شنو كاين. الله يسهل على كل واحد. ولكن اخويا باش تولي تجي لواحد الدار كتجي عند نسابك وكتبرك انت ونسابك، وراجل كبير 80 عام وصدر كتفيقوا كل نهار مع 5 الصباح، شو ما صاحبي والصهد اصاحبي راه عرفتي الصهد. انت دابا عندك الدار فوق فوق مباشره، فوق من مباشره الحيوط نشفوا السيمه تماما، هذيك السيمه نشفات الحيوط، هذاك الصهد نشفات السيمه اصاحبي، ما بقاتش سوليد، ما بقاتش صحيحه، شق الحيط شق والصهد وعايشين في الصهد. كنبركو دابا تخيل عندنا دارنا كنبركو فيها حنايا وانت كتقطر بالعرق، راه انورمال اصاحبي. يصلح المسائل ديالو، يمشي من اللي خرج الصهد على برا، يصلح الماكينه ما تبقاش تصدع الناس في يقوم الصباح بكري، والله يسهل عليه. واش حنا كنقلبوا بغينا نضروه حنايا ولا يخرج حالاته، ما كنقلبوش ليه على الضرر. حاولت دير شكايات اسيدي؟ درنا شكايات، هضرنا معاه مع الناس، ولا ما بغاش لا لمن تنادي. الناس شوف هو حل ودي ما اختارش، ما قدرش غير درنا القانون. حتى شي واحد شنو وقع معاكم في القانون؟ حتى شي حاجه ما توصلنا حتى شي اتصال من الناس ولا جو عندنا ولا قضوا معنا سافر نقضوا الغرض. دابا شي شهر ونص تقريبا، شهر ونص باقي ما كاينش الجواب، باقي ما كاينش الجواب على هذا الشيء. المنطقه هذه والو كيجيو ما عرفناش حنا دابا شي، حيت هو ديجا ما عندوش رخصه، كيفاش حال بلا رخصه؟ يعني هو ما عندوش رخصه، ما عندوش رخصه وحال بلا رخصه، حيت هذا الشيء اللي كاين. دابا حنا كنحسوا براسنا بحال مصيدين، فهمتيني؟ نخطر لهذا ديال اجي حتى حيت كاين العيالات. السلام عليكم خويا، انا مساكين ديال هاد العماره مضرورين. السيد هضرنا معاه بالادب ودي، ما تسوق حتى لشي واحد. من جينا هادو هضرناه ودي، انا ما طالعبو خدام، هضرنا معاهم. السيد اللي معانا مشى ملي شافو شي نهار مشى لعندو دوا معاه حبيا، قال لي صافي غنصوب، ولكن ما كيصوب والو. قربك شويه الميكرو سيدي باش نسمعو شنو الاشكال. دابا كاين في لا ماشين كتعطي صداع العماره كامله كتزعزح، وكاين اشكال اخر ديال السخونيه، ديك لادال ديال العماره. انت كتعاني من السخونيه؟ الصاد السخونيه وريحه الخبز، عرفتي كتولي بحال عايش في الفران ديال الخبز، يعني ولا عندك بحال الصيف بحال البرد بحال الشتاء بحال اي. دابا تطلع ما انا دابا غتشمري الصداع كتحس به يوميا، يعني الحشومه. الانسان شاري زباله فلوس 60 مليون تشري بها انت 3 شو وجه لي الله يجازي بها. شوف حنا ما بغينا ليه حتى شي ضرر، حتى ما كاش حرب. حنا شوف حنا الله يسهل عليه، يدير الشيميني ديالو، يدير ديك السبيري داك الصاب هاد الخبز، يجيب لا ماشين جديده ويخدم الله يسهل عليه. ولكن باش يبقى يدير لنا بحال هكا راه ما يمكنش، راه ماشي معقول. ودابا الانسان السلطات، دابا مشينا درنا شكايه للجامعه ديال الكرون اللي حطينا، صيفطوا ذوك الشرطه الاداريه واحد النهار جاوا لعندو وكما داروا معاه والو. من بعد حنا الهدف ديالنا خصنا يدوو معاه ولا يجيش يديروا معاه،
مشينا ثاني للعماله درنا شكايه ما دار والو. مشينا لقى السيد اللي معنا تلاقى مع القايد قال لي صافي غنحل لكم المشكل، ولكن قال لي نحل لكم المشكل دابا داز الشهر. قال لي ها الشهر ما يبقاش، قال لي لا بقى جي لعندي. فات دابا راه فات الوقيته اللي قال عطانا السيد القايد راه فات بشهر ما كاين والو. باقي نفس والسيد نفس المشاكل كتعاني والسيد اخويا والقراعي الطاكاز راه كاينين شي ست قراعي ولا عنده وما دير ما ديرش القراعي العافيه. الله يحفظ الطومبار داشي الطومبار داشي بوطه تما يتهز العماره كامله. الاستاذ ديال العماره كيضر بالصداع دابا هاد الشيء هاد الميتي غير مقنن، خصو يقنن راسو ويدير الوسائل اللي كيديروا الناس الله يسهل عليه. قنن ويضرنا حنا ماشي معقول. واخا سيدي ان مشاهدي قناه شوف تي في كيما شفتوا معنا باللي خليك من الوسط كيما شفتوا معنا باللي هاد السيد هاد الناس هادو الهدف ديالهم ماشي انهم يحاربوا هاد السيد اللي كيدير المشروع ديال خبز الدار. الهدف ديالهم انهم هاد السيد هذا يفهم الوضع ديال الناس ويراعي ليهم كيما هما راعوا ليه شحال من مره وداروا مع الحل ويديهم وبغاش انه يجيب ماكينه اللي جديده اللي كتوالى من العصر اللي فيه حنايا. حيت علاش شفنا بزاف ديال نفس المشروع بزاف ديال الاحياء وما كانوش نفس ماشي نفس المشكل عندهم بحكم ان الناس كاملين عندهم دي ماشين اللي ما كيديروش الصداع. من هاد الناس هادو جا داك السيد اللي عطى التصريح ديالو مشى عنده ودخل عنده المحل وشاف الماكينه بحكم انه حريفي في هاد الشيء قال له اودي هاد الماكينه راه خاسره وعطاه وعد انه يبدلها ولكن ما بدلهاش. واش عنده مشكل مادي يصبروا عليه الناس يعطيهم حل ولا انه ما بغاش يبدلها يجيهم نيشان؟ صراحه يعني مشاكل كبيره كيعيشوا الناس هادو. رسالتنا للمسؤولين هاد القطاعات هادو انهم هاد الناس هادو خاصهم يتوسطوا بحل ويتوصلوا بواحد كما تنقولوا واحد النقطه ايجابيه لكلا الطرفين. حيت هما بريوسهم ما بغاوش يحاربوه ما بغيش يحيدوه من هنا، فقط بغاو غير يصلح المحل ديالو ويدير داكشي اللي خصو يدار باش هما يعيشوا بخير هو يترزق الله على بخير. حيت هادو ماشي ناس اللي كما تنقولوا ما فيهمش الخير ولا ما فيهمش الرحمه ولا ما فيهمش انسانيه، العكس كيفهموا باللي الناس باغي ترزقوا على رزقهم، ولكن حتى هما عندهم راحه. ما يمكنش واحد الانسان كيجي كيبغي ينعس في الدار يحط راسو باش يرتاح من ستريس ديال الخدمه وستريس ديال الدنيا ما كيلقاش الراحه. السيد ولا تيقول لك انا كنرتاح فوالا، كاين السيد كيقول لك انا ملي كنرتاح حتى كنمشي للخدمه. اليوم الحد فاقوا مع الخمسه الصباح وصافح خدام غد ليه، يعني ما كايناش الراحه بتاتا. ولا شحال من واحد كيلقى كيطج من الدار باش ما يبقاش يسمع هذا الصداع هذا. السيد عوض ما يعيش في داره ولا يعيش في صونه كما تنقولوا ان الصهب يعني قال لك خاص غير المواج يعني كثره الهم كضحك اسيدي يعني كثره الهم كضحك. كيقول لك انا معايا نسيبي عنده 80 سنه كيمشي فوق العافيه ما قادرش ينعس بالصهد وما قادرش ينعس بالصداع، يعني مشاكل كبيره كيطراو في هذه الاقامه هذه. كنتمنى فوالا كنتمنىهم هذا السيد هذا اللي كان كيشوف هذا البت نهار تصلح المحل غيوليو كليان، راه قال لي السيد غيوليو كليان ويجيو يتقدموا عندك، فقط انك انت راعي ليهم هما راه مراعين لك، راعي ليهم وقد المحل ديالك، خسر على راسك شويه، قد الماكينه ديالك باش تمشي بخير وعلى خير. هما دابا حاولوا يديروا معك حلول وديه انت ما سمعتيش ليهم، طبقوا القانون وخاوا غادي ينصف اللي عنده الحق. راه دابا داروا شكايات وان شاء الله بعد اللايف هذا هاد الناس هادو غيتوسطوا بحل نهائي اللي يرضيهم همايا. اذا المشاهدين الكرام كنتوا مع بث مباشر حكينا فيه تفاصيل هاد القضيه هذه اللي ربما قضيه اول مره غتشوفها على قناه الشعب. هاد السيد هذا دار مشاكل كبيره، الناس تشكاو حاليا، الاعلام هو الهدف الوحيد باش يوصلوا الصوت ديالهم، وحنا كنا امل ان صوتهم غيوصل للمسؤولين هذا القطاع هذا بالضبط. سيرتو القيد ديال هذه المنطقه هذه، سيرتو رئيس الجماعه ديال هذه المنطقه واعوان صوتك كذلك باش الناس يوليو بخير وعلى خير. شفتوا نهايه البث ديالنا، شكرا لحسن المتابعه ديالكم، نلقاكم بث اخر ان شاء الله مع موضوع اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيادنا كلمه للمسؤولين. تنتمناو نديروا لنا شي حل، هذا هو اللي يسمح حنا راه دابا تنشوفوا حنا تنعانيو صداع صداع ضاع الله يهديهم علينا. حنا اللي علينا درنا حطينا لهم الشكايات اللي كانوا تيسمعوا فينا يديروا شي حل، هادشي اللي نقول لهم. اليوم الحد فقش مع الخمسة الصباح. والله إلا فقش مع الخمسة الصباح. فقش مع الخمسة الصباح. يوميا دابا يوميا. من غير إلا كانوا هما قدام الناس ما تيخدموها ما تيخدموهاش. صافي خدام. الله يلا صافي خدام. ما عادش كتخدم. أنا خاطر نكون في الخدمة مع 8 يوم. مع 8 يوم. طلعت مع الخمسة. تنتسنى. دابا دي الله. صافي بلاش. والله ماشي كيما كتشفي. ونفتوا على هذه القضية هذه دابا نتوما. لا حول ولا قوة. كديروا مع السيدة. شوف دابا فقط غيخدم هو شوف عاوتاني واش خطط صباح ولا غادي يقلب البروغرام. يقلب البروغرام.
مش هذا كما كيمشوا باللي راه كثرت الهم كتضحك كما تنقول كثرت المعاناه راه خيبه بزاف ما راه عايش الناس وهما راه عاوليه وهما راه عايش ليهم فلله العجب كنتمنوا ان هذا المشكل هذا يتحل فوالا هادشي اللي كاين المسؤولين ان شاء الله يدخلوا حنا في هذا الحق وهذا القانون واللي عنده شي حاجه اللي عنده شي حاجه راه شي ياخذها يعني كما تيقولوا بشهاده ديال الناس انه السيد هذا راه عنده البوطات وعنده الماشين كبيره كتسخن وما عندوش الطفايه ديال العافيه يعني لا قدر الله توقع شي حاجه طيح العماره وتحرق راه ما كاينش اللي يقدر يعتق شي موقف اذا المشاهدين الكرام كنوصلوا لنهايه البث ديالنا الناس اللي بغاو يتواصلوا مع هاد الناس ولا كيفهموا في القانون سواء محاميين سواء الناس ديال الجمعيات سواء شحال من حاجه راه كاين رقم الهاتف اللي 06 61 33 52 70 وكذلك 06 62 56 22 83 حتى لهنا كنوصلوا لنهايه البث ديالنا كنتم مع المراسل الصحفي في قناه الشعب شوف تيفي سامي الله يعاونكم.